نحن طبعا موجودين مع زمايلنا في اعصام سياسة من اول يوم بنتناقش وبنتكلم وبنقيم في الحقيقة تكتيكات مختلفة ويعني الواحد اللي أنا شخصيا اتعلمته من اشتباكي مع الرفاق في المعركة دي يفوق اللي اتعلمته خلال شهور وسنين يمكن من العمل الطلابي. قد ايه الاتحاد مرتبط بقضايا الطلبة، قد ايه الاتحاد عنده استعداد انه يتخلى عن نشاطه وفعالياته اللي بيرتب لها بقاله شهور مشاريعه زمايلنا النهارده علشان يجوا الندوة. احنا فضلنا نتخانق معاهم علشان يبطلوا يتكلموا شويه على المشروع المواصلات للطلبه، تقريبا واصلين المركز هنا الساعه 5 الا دقيقتين. فقد ايه الاتحاد فعلا مرتبط بقضايا الطلبه اللي انتخبوه، قد ايه الاتحاد حاسس بالمسؤوليه اللي عليه، وقد ايه كان شايف الحقيقه ديت قدام عينه، انه الاتحاد باكد تاني على كلام زميلتنا اسراء انه الاتحاد اذا ما كانش مرتبط بجموع الطلبه واللي انتخبوه وبطموحاتهم وبمطالبهم هو مجرد شكل متعلق في الهواء، اذا دخل في صدام مع اداره الجامعه او اداره الكليه هيتفتت. نقطه قوه اي اتحاد طلابي هو في ارتباطه بالطلبه اللي انتخبوه وبمطالبهم. في اللحظة اللي احنا فيها ديت الوضع اوضح من الشمس، احنا بنواجه هجوم شرس من الثورة المضادة على كل القوى اللي ممكن تكون بتتبنى مشاريع استكمال هذه الثورة، هجوم شرس على الحركة العمالية. النهاردة قبل ما نيجي كان بيتم فض اعتصام العمال المغسولين اللي كانوا معتصمين قدام مكتب الوزير المناضل كمال ابو عيطة. الوزير المناضل طلب لهم البوليس والبوليس فض اعتصامهم ورماهم في الشارع النهارده. ده صوره من صور الهجوم. صوره ثانيه لما عمال المحله حبوا يعملوا اضراب من اسبوعين بعتوا لهم دبابه تقعد جوه المصنع. عمال السويس للسلط لما حبوا يتحركوا في مصنعهم الشرطه العسكريه اعتدت عليهم وقبضت على عدد منهم. على الحركة العمالية، في هجوم على الميادين، مفيش حد بيقدر يعتصم في ميدان النهاردة بعد طبعا مشاهد المذابح اللي اتحفرت في ذاكرة وجدان كل شخص مننا ومأثرة بدرجة على الحركة وعلى تقدمها وكذا. النظام عارف كويس قوي فين مواقع الخطر اللي عليه، النظام عارف ان الخطر عليه مش بس في الميادين، الخطر على النظام في المصنع والخطر على النظام في الجامعه وفي المدرسه، فكان واضح جدا النظام بيتوجه لكل طرف من الاطراف ديت بشكل، بيتوجه للميادين بالمذابح، بيتوجه للحركه العماليه بالقمع وبالتطبيق، القرار بتاع الحد الادنى للاجور اللي بيقولوا اتطبق وما اتطبقش وبيقولوا هيتطبق في 2014 وغالبا هيبقى زيه زي التصريحات الصحفيه قديما. بيهاجم كمان الحركه الطلابيه. ويعني التهديدات اللي وصلت لكل مجموعه اتحركت، زميلنا اللي كان من المعاهد الفنيه اللي بيتكلم على الرصاص اللي اتضرب عليهم والقبض، انتم متخيلين 14 طالب يتقبض عليهم ويتحبسوا يومين وبعد كده يخرجوا بكفاله على ذمه قضيه، كل طالب ب 3000 جنيه كفاله. النظام بيتبع سياسه تجفيف المنابع، بيجفف منابع الثوره دي، بيحاصر الاماكن اللي بيخرج منها الخطر اللي بيهدد بقائه واستمراره متحكما في الثروه والسلطه في المجتمع ده. ثورتنا قامت من البدايه علشان تغيير، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه، لكن كل ده كله مرتبط بالهتاف الاشهر والاكبر، الشعب يريد اسقاط النظام. لسه نظام مبارك بيحكمنا لحد النهارده، لسه طبقه رجال الاعمال اللي كانت بتحكمنا ايام مبارك لسه حتى الان بتتحكم في الثروه وبتتحكم في السلطه بالتالي، المؤسسه العسكريه اللي بتتربع على قمه السلطه النهارده بتسيطر على اكثر من 40% من الاقتصاد المصري حسب بعض الاحصاءات يعني المحايده. في وسط الهجوم ده نقطه النور
كانت اعتصام سياسي في الحقيقة، وكانت تحركات زمايلنا في المعاهد الفنية وزمايلنا في هندسة وزمايلنا في كل الكليات اللي رغم القمع المباشر والإرهاب اللي بتمارسه الدولة على الثوار قدروا ان هم ينظموا صفوفهم ويخوضوا النضال. مش كل النضالات ديت انتصرت، بس كل النضالات ديت كانت نقط نور على الطريق. كل النضالات ديت تقدر تنتصر، بس محتاجة شوية شروط علشان تقدر تنتصر في معركة. في وسط الهجوم بتاع الثورة المضادة ده احنا قدامنا حركة طلابية غنية وحيوية لأقصى مدى. احنا قدام حركة طلابية بتتحرك على امتداد الاجازه اللي فاتت ديت والدراسه موافقه، حركه طلابيه بتتظاهر وتناضل قدام وزاره التعليم وقدام وزاره التعليم العالي وقدام المجلس الاعلى للجامعات. عندنا سنه ابتدت بعد ما اتباع منابح رهيب، الطلبه راجعين من الدراسه بيبتدوا بالاعتصامات والاضرابات مش خايفين. المشكله ان النضالات بتاعت الطلاب ديت صغير يعني متفرقه بعيده عن بعضها، والنظام قاصد يحصرها في المجال المباشر، مجال ضيق، مجال انه زي ما كان خالد بيتكلم من شويه انه ده احنا حتى بنناضل علشان نقدر نسكن في مدينه جامعيه لا تليق بالسكن، ما فيهاش مرافق، ما فيهاش مطعم، ما فيهاش اي شيء يليق بسكن ادميين. علشان نقدر ننتزع مكاننا فيها محتاجين نناضل. الفكره هنا انه لازم علشان النضالات ديت تنتصر لازم تنتصر مع بعض. انتصار زمايلنا في كليه سياسه رغم ان هو عظيم ورغم ان هو خطوه مهمه على الطريق، لكنه لسه انتصار منقوص. لسه بقيه طلبه الجامعه ما سجنوش، او يعني ما تمش تسكين كل الناس بلا استثناء. طلع قرار بتسكينهم لكن فعليا على الارض لسه ما تمش التسكين كاملا. اللي هيسكنوا من غير تغذية الى ما شاء الله، دي حاجة مش المفروض ان احنا نكون بنعديه. كمان المطلب ده ما كانش بس مرتبط بان احنا عايزين نسكن هذا العدد من الطلبة في المدينة الجامعية لانهم غلابة مش لاقيين مكان يسكنوا فيه. مش هي دي الفكرة، انه الطلبة دول دي الجامعة بتاعتهم، حقهم يبقى ليهم مكان فيه زي حق بقية الطلبة في الكليات التانية اللي بينضوا على مطالب تانية. زمايلنا في تجارة انجليزي وكحول انجليزي بينضوا علشان المصاريف اللي زادت، زمايلنا اللي في تجارة عربي عندهم مطالب كتير جدا على راسها إقالة عميد الكلية. مهم جدا 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 لكل المجموعات اللي بتتحرك ديت وشايفه ان الطريق صعب وشايفه انه الضغط بتاع الاداره صعب. زمايلنا في هندسه اللي العميد بتاع الكليه قرر ان هو بيعمل لائحه داخليه يعني اكثر اجحافا واكثر قمعا من اللائحه الطلابيه اللي وضعها طلاب الاخوان المسلمين وقت ما كانوا بيسيطروا على اتحاد طلاب مصر. الهجمه دي من السلطه ومن مؤسساتها على الحركة الطلابية زي ما بتهجم على كل المجموعات الثورية التانية لازم تواجه بقدر من التنظيم، قدر من تنظيم الصفوف، قدر من المواجهة الصلبة. مش هنقدر نوصل للصلابة دي في مواجهة الهجمة دي إلا من خلال إن احنا نتحد مع بعض، إن احنا نبقى عارفين على الأقل نضالات بعض، عارفين إنه طلب التجارة بيتحركوا على المطالب الفلانية، بنروح ناخد وفد من زمايلنا المنتصرين في كلية سياسة واقتصاد ونروح نزور زمايلنا في هندسة اللي بيحاولوا ينظموا اعتصام ونقعد مع بعض وندرس الاعتصام بتاع سياسة واقتصاد ده انتصر ازاي. نكرر دوت مع بقية المجموعات، زمايلنا في التعليم الفني اللي بيعملوا عندنا مظاهرات في جامعة القاهرة وللأسف أمن الجامعة بيتعامل معاهم بمنتهى الاستعلاء وبمنتهى التسلط. نكون موجودين في وسط مظاهرة زمايلنا بتوع الخريج المعاهد الفنية، نكون موجودين كتف بكتف بنواجه معاهم محاولة أمن الجامعة اللي تحول بقدرة قادر إلى يعني ضباط أمن دولة بيتعاملوا كأنهم يعني ضباط أمن دولة. نقف معاهم ونواجه هذا القمع ونقف معاهم في قضيتهم ومطالبهم ونربط ما بين مطالبنا إحنا ومطالبهم ومطالب كل الناس في الكليات التانية. علشان نقدر نعمل ده لازم نبقى شايفين الصورة كاملة، لازم تبقى اللي بيجمعنا هو رؤية سياسية، لازم نكون شايفين المرحلة دي من الثورة. نتناقش احنا شايفين هذه المرحلة بأنه شكل، ونتناقش في طبيعة الجبهة الطلابية اللي تقدر تقود الحركة الطلابية النهاردة، تقود نضالاتها
الجزئية الصغيرة اللي متفرقة اللي بعضها للأسف متعسر تقودها للانتصار، ومش بس تقود الحركة الطلابية للانتصار لا كمان تتوجه لبقية القطاعات المجتمع الثائرة، بقية القوى الحقيقية اللي تقدر بإيديها تحدث تغيير حقيقي وتنصر ثورتنا ديت، الطبقة العاملة، المهنيين اللي بيناضلوا، بقية القطاعات اللي ممكن تتبنى مشروع سياسي واضح لاستكمال هذه الثورة، بيتبنى شعار واضح ضد حكم العسكر، بيتبنى شعار واضح ضد سيطرة الفلول وعودة الدولة الأمنية، وفي نفس الوقت بيتبنى وجهة نظر واضحة في الإخوان المسلمين وفي حكمهم والفترة اللي فضلوا حاكمين فيها مصر بالتحالف مع العسكر والفلول والكذا. المهم بالنسبة لنا دلوقتي هو توحيد الصفوف، توحيد الصفوف، توحيد الصفوف، ونتناقش واحنا بنشتغل ونكون برؤيتنا السياسية واحنا بنشتغل على الأرض في المعارك مش في القاعات. لطيف ان احنا بنقدر نتقابل مع بعض في قاعة زي دي وان احنا نعمل ندوة زي دي هنا هو، لكن هدفنا ان الندوة دي بعد انتصار الحركة الطلابية تتعامل في قبة الجامعة، الندوة دي تتعامل في قبة الجامعة، ان احنا نقدر نستضيف وفود طلابية من الجامعات التانية ونعمل ندوة زي دي بتدعو لاستمرار الثورة وبتدعو لانتصارها، ونقدر نعملها فعلا في قلب الجامعة في قلب مكاننا اللي زمايلنا في سياسة الاقتصاد قدروا بانتصارهم يورونا قد ايه الموضوع ممكن، قد ايه ممكن ان احنا نقول انه هذه الجامعة بتاعتنا. زمايلنا لما الجامعة قررت ما تسكنش الناس فتحوا الكلية علشان يسكنوا الطلبة المغتربين، هم كانوا بيوصلوا رسالة واضحة جدا للإدارة والطلبة، الجامعة بتاعتنا، الجامعة دي مبانيها بتاعتنا، مؤسسة ملك للشعب، والشعب هو المفروض يكون بيديرها لمصلحته، وانه تكون خطوة على طريق انتصار الثورة.